لماذا كان الجيش السلجوقي ينتصر في معظم المعارك؟ وما أسباب قوته؟ اشتهر الجيش السلجوقي بسرعة الحركة على العموم، مما أتاح له المرونة اللازمة لتطبيق العديد من الفنون العسكرية التي أثرت في خططه العسكرية خلال حروبه الطويلة، وكان بعضها يشبه قتال سكان الصحاري المعتمد على الكر والفر. وكانت أهم مظاهر قدرة الجيش السلجوقي على التحرك هي السرعة، فكانت السرعة واحدة من أبرز سمات حروب الترك. ومن أهم العوامل التي ساعدتهم على سرعة الحركة هو معرفتهم للأرض شبرا شبرا، مما جعلهم سريعي الحركة للتفرق والتجمع في وقت قصير، ومن ثم ساعدتهم في تحقيق انتصارات كبيرة. فكان داود قائد جيش السلاجقة يرى أن الفارس المتخفف يصبح أكثر جرأة، ويقول مخاطبا جنده: أما نحن فخفاف لا متاع لنا. وكانت سرعة الحركة في الجيش السلجوقي قد حققت له العديد من الانتصارات، خصوصا على الجيوش البيزنطية الذين يأتون محملين بالدروع والحديد، كما أكسبته تميزا واضحا على الجيوش الصليبية. ويمكن إرجاع هذه السرعة التي تميز بها الجيش السلجوقي إلى خفة الأسلحة التي يحملها فرسان الجيش السلجوقي من ناحية، والحركة السريعة للخيل المدربة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التبديل المستمر للخيل المتعبة أثناء الحرب. فكانوا يأتون بخيولا ويضعونها بجانب أرض المعركة، وعندما تتعب خيولهم يأخذون تلك الخيول الجديدة. ولهذا كان الجيش يزخر بالحركة والجري المستمر ومرونة تتيح له المواجهة أو المناورة في الوقت المناسب، كما استخدم السلاجقة الكمائن في أرض المعركة. ففي عهد السلطان طغرل بك كانت الكمائن سببا في هزيمة العرب الذين خرجوا عن طاعته، كما كان للكمائن دورها في انتصار السلطان ألب أرسلان على البيزنطيين في معركة ملاذ كرد، فقد اعتمد في حرب الكمائن على الجناحين. كما استخدم السلاجقة خطة التراجع الزائف، هذه الخطة كانت أكثر وضوحا في صراع السلاجقة مع البيزنطيين. ففي عهد السلطان ألب أرسلان تظاهر جيش السلاجقة خلال معركة ملاذ كرد بالفرار من أرض المعركة في محاولة ناجحة لإغراء البيزنطيين بملاحقتهم، وجروا الروم إلى أن صار الكمين من ورائهم. وفي الوقت الذي كانوا يقومون فيه بتطبيق خطة التراجع كانوا يستخدمون سهامهم بمهارة فائقة، وأيضا كان السلاجقة في حربهم مع الغزنويين يفرقون قواتهم حتى يتمكنوا من محاولة تطويق جيش أعدائهم بالرغم من ضخامة جيش الغزنويين. وقد طبق السلاجقة هذا التطويق لأعدائهم في حروبهم ضد البيزنطيين كذلك، فكان السلاجقة ينقضون على أعدائهم من جهات عديدة. واستخدم الجيش السلجوقي كذلك عنصر المباغتة والمفاجأة، واعتبرها من ثوابت خططه في حربه ضد البيزنطيين، وكانوا يفاجئون البيزنطيين في هجماتهم، مما ساعدهم على فتح كثير من تلك المدن. وقد عانى الصليبيون من اعتماد السلاجقة على المباغتة لهم، وارتبط تاريخ السلاجقة بإجادتهم الرمي بالسهام، فكانوا يطلقونها وهم على ظهور الخيل بإتقان رهيب دون التوقف أو الترجل عنها، كما أثر عن سلاطينهم إجادة معظم الفنون العسكرية. وفي عهد السلطان طغرل بك كان إمطار الجيش السلجوقي مدينة قزوين في عام 434، كان إمطار هذه المدينة بوابلا من السهام سببا في عدم مقدرة أهلها على الوقوف على سور المدينة للدفاع عنها، مما اضطرهم إلى الدخول في طاعة السلاجقة. فقد يكون في جيشهم أحيانا أكثر من 10,000 نشابة، فتخيل 10,000 نشابة تنطلق معا في وقت واحد. وقد وزع السلطان ألب أرسلان أثناء حصار حلب 80,000 نشابة، وعندما تسلم السلطان مدينة حلب استعصت عليه قلعتها، فأمر برشقها بالسهام دفعة واحدة، فرشقها الجيش حتى كادت الشمس تحجب لكثرة السهام، فسلمت القلعة له نتيجة
لذلك، وطبق السلاجقة سياسة الاستنزاف ضد أعدائهم، فكانوا يؤجلون الالتحام مع أعدائهم حتى يتم استنزاف قوة جيش الأعداء، وحتى يصل إلى درجة كبيرة من الإنهاك والتعب فيتسنى لهم هزيمته. وهذا ما طبقه صلاح الدين في معركة حطين، واستخدم السلاجقة سياسة الأرض المحروقة، فأدركوا أهمية مصادر المياه للجيوش المحاربة، ولذلك قاموا أثناء حروبهم الأولى مع الدولة الغزنوية، قاموا بتدمير مصادر المياه أثناء انسحابهم كواحدة من الوسائل المستخدمة في سياسة الأرض المحروقة، فقد بادر السلاجقة على الفور بتغوير مياه الآبار وتخريبها. فيقول الغزنويون عن هذا الفعل: وجدنا الأعداء قد ردموا الآبار وجعلوها قبورا، بأن قاموا بإلقاء الجيف فيها، مما حرم الجيش الغزنوي من الاستفادة من مياهها، وتعرض بالتالي للعطش الشديد. وتؤكد كثير من المصادر التاريخية أن كثيرا من سلاطين السلاجقة استخدموا نظام التعبئة القائم على توزيع الجيش إلى مقدمة وميمنة وقلب وميسرة وساقة، وهذه هي أهم الخطط والفنون القتالية التي استخدمها السلاجقة.